www.mobile-lingo.org. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich höre, dass irgendwie die Bundesrepublik irgendwas an Computer mobile بتحسه انتم بس انا كل ما بسمع كلمه الى علاقه بمكتب التحقيقات او مكتب المخابرات Computerprogramm einsetzen statt so ein kompetenter Mitarbeiter, dann finde ich das Ganze irgendwie noch viel verwerflicher. Und Anna Wieseli ist der Frage seit ungefähr anderthalb Jahren nachgegangen, wie das passiert und was in diesem Abstimmungsprozess passiert. Computer über die Asyl, über das Asyl mitentscheiden. Einen großen Applaus für Anna Wieseli. Oder die Computer, die über die Asyl mitentscheiden. Hallo. Hallo und schön, dass ihr gekommen seid. Ich sehe euch jetzt zwar nicht mehr, weil es so hell geworden ist, aber genau, es soll um Computer gehen, die über Asyl, Klammer auf. اليوم حديثنا سيكون عن الحاسبات أو الكمبيوترات التي تتدخل بمصير الناس. كيف يتم تحديد Das sind Systeme, die das BAMF vor anderthalb Jahren الشخص القادم und die ganzen Asylprozesse كلاجئ إلى أوروبا وإلى ألمانيا بشكل خاص. Es geht um folgende Systeme. سوف نتحدث es geht um ein عن الأمور أو النقاط التالية. Das heißt, Übertragung von arabischen Namen in lateinische Buchstaben. Es geht um بالبداية نتحدث عن Dialektanalyse, um festzustellen, كيفية نقل اللغة العربية أو ما يكتب باللغة العربية بالأحرف إلى الأحرف اللاتينية. Salopp gesagt, um ein Handy auswerten. بالإضافة إلى und wir wollen auch التحقيق بمحتوى الأجهزة المحمولة والموبايلات من قبل اللاجئين. أريد أن أعرفكم عن نفسي. أنا أعمل لدى مكتب اللجوء. أنا أدرس المعلوماتية وأقوم بتحليل البيانات من أجل تطوير برنامج يقوم بتحديد الهوية بناء على اللغة التي يتحدثها. سيكون الموضوع صعب, وكلما استثمرت وقت أكثر في القضية كلما تبين لي أنها قضية صعبة جدا. لقد قمت بإرسال رسالة تطلب رجاء قوموا بإرسال جميع المعلومات عن الناس اللاجئين أو المعلومات التي تملكونها, لأني أريد أن أفهم ما هي القضية أو كيف تقومون بالقرار بأخذ القرار. كيف كمحللة بيانات أستطيع أن أستخدم هذه البيانات وأقوم بتحليلها من أجل الوصول إلى قرار صائب؟ بشكل طبيعي المفروض الجواب يأتي خلال شهر بعد إرسال الرسائل, ولكن انتظرت شهر وراء شهر إلى أن فقدت كليا الاهتمام بأني سوف أحصل على أي جواب والأمل بأني سأحصل على جمع. لقد كنت سعيدة جدا بأني حصلت بعد عدد من الأشهر على جواب ما, وكان الجواب غير مرضي بشكل عام. يحتوي ما يلي: لا يستطيعون أن يقوم بإعطاء أي معلومات لها علاقة بهذا الخصوص, بتحليل البيانات عن اللاجئين القادمين إلى ألمانيا أو إلى أوروبا بشكل عام. Weil das ganze 123 Folien sind und noch ولأن محاضرتي اليوم هي 123 صفحة ورقة, ولكن لا أستطيع أن أقوم بتقديمها بشكل كافي ووافي في هذا الوقت القصير. لذلك سوف أقوم بالاختصار ببعض النقاط. سنأتي الآن إلى النقطة الأولى. ماذا أريد من هذا البحث؟ ما هي المشاكل التي نعاني منها؟ ما أقدمه الآن هي معلومات مهمة تدل تعطي وجهة عن المشاكل التي نقوم
رأيتني ما شيء ها كما ترى حزون. الأنظمة التي تلاحظونها هنا هي أنظمة لها علاقة بتحويل الاسم العربي إلى الأحرف اللاتينية أو التعرف على اللغة واللهجة. أيضا التعرف على الأشخاص من خلال المقارنة بين صورهم. قبل ما تبدأ المرحلة المهمة من الانتخابات قمنا بالسؤال مرة أخرى. نريد البحث، نريد فهم، نريد أن نفهم الطرق التي يتم تطبيقها من أجل إعطاء اللجوء للاجئ، ونريد أن نقوم بتسهيل هذه العملية وتسريع هذه العملية، لأنه لذلك قمنا بسؤال مرة أخرى لدى الجهات المختصة، لأننا نريد أن نطور أداة تساعدنا أو تساعد هذه الوجهات من لأخذ القرار المناسب. Unter anderem auch daher, dass ein früherer BAMF-Chef, der Frank-Jürgen Weise, hat vorher bei der Arbeitsagentur das gleiche. المتحدثة تتحدث الآن عن شخص يعمل في وزارة اللجوء والوزارة الخارجية قسم اللجوء، كان يعمل سابقا في العام 2016. دفعت هذه الوزارة 30 ما يقارب 30 مليون إلى جهة لتقوم بمساعدتهم في أخذ القرار. قمنا ببناء أداة تدعى تراليتا. هذه الأداة هي تقوم بتحويل الاسم المكتوب باللغة العربية إلى اللغة اللاتينية أو إلى الأحرف اللاتينية. نلاحظ هون في اليسار نرى الأحرف العربية الأبجدية العربية، وإلى اليمين من الشاشة تستطيعون رؤية الأحرف اللاتينية. تستطيعون فهم هذه الصورة بشكل واضح. هنا نلاحظ مثال عن كيفية إدخال البيانات، كيف يقوم اللاجئ بإدخال بياناته على الصفحة. ففي البداية يقوم بإدخال رقم ثم بإدخال اسمه. الصفحة التالية تشير إلى البلد المنشأ، البلد الذي يأتي منه، ثم اسمه. herausfinden, ob dieser Name plausibel ist. في هذه النقطة بالذات، في هذه المرحلة بالذات، تقوم الأداة التي تقوم بتطويرها بفهم أو بتحليل هذا الاسم لأجل تحديد إذا كان هذا الاسم هو اسم حقيقي فعلا أو هو اسم يمكن أن يكون لشخص. نعتمد في ذلك على نقاط سهلة. المثال الموجود أمامنا هو أموي، فنقوم بالبحث عن هذا الاسم، هل هذا الاسم مستخدم في سوريا بشكل عام؟ فنمكن أن نقول نعم، هذا اسم ممكن أن متوارد، أو هناك العديد من الأشخاص الذين يمكن أن يكون اسمهم هذا الاسم المعطى. لدينا هنا مثال. المثال الطبيعي هنا الاسم يعطي الشخص قام بإعطاء أنه يأتي قادم من سوريا، ولكن قد يكون هذا الاسم نادر جدا في سوريا، غير معطى بسوريا. إذا قام هذا الشخص بتسمية بإعطاء اسم ما لا يتواجد في سوريا، يمكن أن تفكرون بأي اسم من كان. فالأداة التي قمنا بتطويرها تقوم أو يمكن أن تقوم تدلنا على أن هذا شيء غير ممكن، أن هذا الاسم لا يتواجد في سوريا. Ich würde bezweifeln, dass alle Telefonbücher der arabischen Welt aus 20.000 Einträgen pro Herkunftsland bestehen. قمنا أيضا بتحليل. قمنا بتحليل أيضا دفاتر الهواتف أو مجلات الهواتف، سجلات الهاتف في الدول العربية تحمل أيضا الأسماء من أجل الحصول على فكرة إذا كان الاسم يتوارد في هذه الدولة أو لا. ولكن ما هي
ولكن في هذه الحالة إذا كنا نريد أن نقوم بتحليل هذه البيانات من سجل الهواتف ما هي ماذا ستكون التكلفة في هذه الحالة؟ Da haben wir nur noch eine 35-prozentige Erfolgsquote. في المغرب على سبيل المثال قمنا بتطبيق هذه المحاولة في المغرب ولكن كانت نسبة النجاح هي 35% فقط مقابل عندما نرى التكلفة في سنة 2018 التكلفة هي أعلى من 1,000,000 يورو بدون قطع الضرائب. Im Asylverfahren gibt diese Daten an und hat vielleicht هذا الشخص الطالب اللجوء يعطي بياناته يعطي بياناته ويقول أنه يدعى كذا كذا وهو يأتي من وهو قادم من بلد كذا أو بلد المنشأ هو كذا يمكن أن يكون كاذبا في مقاله فهناك العديد من الحالات التي ادعت بأنها قادمة من أفغانستان أو العراق ولكنها لم تكن قادمة من هذه البلاد أبدا عندها ستقوم الأداة التي تقوم بتطويرها بتحليل هذه البيانات وسيتم من الموظف الذي يقوم بدراسة هذا الطلب يحصل على ملاحظة بسيطة بجانب الاسم أنه هذا الاسم قد لا يكون متواجد في هذا البلد انتبه في البداية كيف تم ذلك الموضوع أعطي هذا المثال عن تطبيق هذا الموضوع في تحليل اللغة تحليل اللغة هو أمر غير معقد هو قابل لي هو سهل الشخص الطالب اللجوء سوف يقوم بالاتصال سوف نقوم بالاتصال بهذا الرقم سوف يتحدث مع هذا الرقم لمدة دقيقتين Vor dem Haus war ein Garten und da war eine Mutter mit Kindern drin. سوف يتحدث بشكل عادي عن موضوع عام بالحياة سوف يتم بوصف على سبيل المثال امرأة تقف أمام البيت وتمشي بلهجته طبعا خلال هذا الوقت خلال هذه الدقيقتين ستقوم الأداة المعلوماتية الأداة تحليل البيانات بتحليل هذه اللغة وتحليل لهجته وبناء عليه سوف يقوم بتحديد من أين يمكن أن يكون هذا الشخص قادما نلاحظ مثلا هنا في هذه الخريطة نلاحظ بأن الدول بلاد الشام مقسمة سوريا لبنان فلسطين والأردن اللهجات المستخدمة طبعا تعرفون ذلك اللهجات المستخدمة في هذه الدول هي لهجات مختلفة جدا ولكن يمكن تقسيم اللغة العربية لهجات اللغة العربية المحكية بشكل عام إلى 5 لهجات كبيرة فممكن أن نقول لدينا اللهجة المصرية العراقية لهجة بلاد الشام ولهجة الخليج هذه جميع هذه اللهجات تنضم إلى اللغة العربية بالإضافة إلى جميع اللغات الأخرى مثل البلغارية الألمانية الإنجليزية وإلى آخره sage ich mal nicht besonders langwierigen Recherchen mehrere Leute gefunden, bei denen das nicht der Fall war. ولكن ich habe zum Beispiel einen Menschen gefunden, der ist eigentlich Kurde und kommt aus den Autonomieregionen im Irak, spricht also Kurdisch. Spricht einen kleineren. المشكلة هي طبعا بالنسبة للأشخاص الذين يأتون من مناطق أقلية. مثلا أن شخص قد يكون قادما فعلا من العراق ولكنه من المنطقة المستقلة أو يكون يتحدث ويتكلم الكردية فكما نلاحظ هون كما نلاحظ في هذا المثال إنها غير موجودة في هذه اللائحة لدينا أخطاء كبيرة جدا في هذه الأداة ولا يستطيعون الموظفين لا يستطيعون الثقة 100% بالقرار المعتمد هذه الأداة أو التي تعطي هذه الأداة بسبب اختلاف أيضا اللهجات للأقليات يمكن أن ممكن بعد تحليل الاسم وبعد تحليل اللهجة أن نحدد هذا الشخص هو يأتي من كينيا أو قد يكون آتيا من أي دولة أفريقية مختلفة فهو ليس
ليس لاجئ ولا يحق له اللجوء لذلك نرى في هذا إنه جس مثال هنا هو مثال نلاحظ هنا في هذا المثال الشخص الذي تحدث لمدة دقيقتين للرقم الذي مشار إليه سابقا 76% هو قادم من الخليج 10% يمكن أن يكون قادم من مصر ولكن 8% يمكن أن يكون قادم من بلاد الشام لذلك لا يمكن أن يقوم لا يمكن أن نقوم أو لا يجب أن نقوم بمعالجة طلبه للجوء عند هذه النقطة يتم رفض was man in diesen Dingern auch vergeblich sucht ist irgendein Hinweis darauf ab wann so ein Ergebnis überhaupt aussagekräftig ist das heißt da steht nirgendwo in diesen ganzen Unterlagen die wir angefragt haben ولكن الاعتماد مجرد الاعتماد فقط على هذه الدلائل على ما تقوله الأدوات أو بتحديد مصير شخص ما لا يوجد في أي منطقة هنا في أي نقطة هنا مشار إليها تماما هل نتيجة هذه الأدوات يمكن الوثوق بها؟ هل يمكن أن نحدد مصير هذا الشخص بناء فقط على هذه النتيجة على 76% وحيث يمكن أن تتغير أن تكون هذه الأداة خاطئة بتحديد هذه النسبة لأي سبب من الأسباب في هذا المثال المشار أمامنا هذا الشخص النتيجة المشار إليها هنا هي خاطئة قد حاولوا وزارة اللجوء والخارجية تعرف هذا الموضوع تعرف تماما بأن هذه الأدوات لا يمكن الوثوق بها 100% وتعرف أيضا أنه في بعض القرارات كان قرار ظالم أي أن الناس كانوا لاجئين ولكن تم إعطاهم عدم اللجوء لدينا هنا فيديو يتم عرضه ولكن هناك صعوبة بعرض الفيديو سأحاول مرة أخرى. Und als ich damals Bürgermeister West bin in mein eigen Gemeinde, da habe ich damals, wie es davon übertüchtet West, dass das Bete ist, wenn man mit der Lü, der direkt mit einem Tadau nehmen, auch im Plattdeutsch sprechen kann. Ich würde sagen. Ja, das ist Deutsch. الشخص الذي يتحدث كان يتحدث باللهجة. باللهجة ألمانية صعبة جدا أداة تتعرف على اللغة لن تستطيع التعرف عليها أيضا ما نسمعه الآن أترككم بهدوء سماعها هذه أيضا لغة ألمانية ولكن هي اللهجة التي يتم التحدث بها بمنطقة بافاريا نلاحظ هنا مثال واضح بأنه بنفس الدولة بنفس منطقة العيش يمكن أن تكون اللهجات مختلفة جدا لدرجة بأنه يمكن لأداة على الحاسب أن تخطئ بتقرير إذا كانت هذه هي اللغة الألمانية أم لا حسب اللهجة المتحدثة وكذلك نفس الأمر بالنسبة للغات الأخرى الوزارة وزارة اللجوء والخارجية تعرف بهذه الأمور وتعرف تعرف على سبيل المثال كان هناك شخص هذا الشخص يأتي من المنطقة الفلسطينية المحتلة معه يحمل الهوية لديه أيضا ورقة تثبت زواجه من فلسطيني من المنطقة المحتلة وقام بتحليل اللغة وقام بتحليل الاسم ولكن هذه الأدوات حكمت بأنه لا يأتي من فلسطين المحتلة ولكن من مصر فتم إلغاء طلبه أو عدم وضعه إلى الجانب لعدم إلقاء النظر عليه يجب علينا أو أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن هذا الشخص الذي يقوم بتحديد مصير هذا اللاجئ يقوم لديه في العادة 3 طلبات أمامه باليوم وبالتالي فإن أي شخص عادي ليس له صلة بالموضوع لا يعرف
ينظر إلى النظام لمساعدته سيقول يا I don't know أنا لا أعرف ماذا يحدث هنا ولكن البرنامج الذي تم تزويده لي قام بتحديد بأن هذا الشخص هو شخص لا يمكن اعتباره لا شيء. المشكلة هي أكبر من ذلك. Gelogen hat, dann wird der Asylantrag nicht einfach nur abgelehnt, dann wird der Asylantrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt. في هذه الحالة المشكلة هي أكبر من ذلك بكثير لأنه في هذه الحالة بالذات يتم أيضا وصم هذا الطلب بأنه طلب من شخص كاذب بأنه شخص كذب وبالتالي سوف يدوم وضعه تماما على اللائحة الحمراء. بالنسبة للعديد من الناس الذين لا يستطيع لم يعيشوا لم يختبروا ما هو نظام ديمقراطي أو نظام ديمقراطي الألماني هي مشكلة لفهم ماذا حدث الآن ولكن سوف أقوم بتحدث عن ذلك وعن هذه النقطة بعد قليل. ماذا دفعت ألمانيا أو ماذا كانت التكلفة لهذه النقطة أو لهذه الأداة المستخدمة من أجل تحليل المصير؟ بالسنة 2017 وصلت 2019 إلى 300 ألف دولار أو يورو. النقطة الثالثة التي أريد أن أتحدث عنها هي قراءة المعلومات من الأجهزة المحمولة لدى اللاجئين أو لدى طالبي اللجأ. بسنة 2016 تم إعطاء قرار يسمح بقراءة المعلومات والبيانات المخزنة على الأجهزة المحمولة لدى كل طالبي اللجأ من أجل الحصول على أي نقطة يمكن أن تشير من أين يأتيها من أين أتى هذا الشخص فعليا. كيف يعمل هذا الموضوع؟ عندما لا يستطيع الشخص أو الموظف تحديد المنطقة أو التأكد من بلد المنشأ الذي يدعي هذا طالب اللجوء بأنه قادم منه بالطرق السابقة أو بالطرق العادية سوف يتم طلب الجهاز المحمول منه من أجل قراءة جميع الداتا الموجودة عليه جميع المعلومات والبيانات. خلال جميع الجلسات من أجل أخذ القرار المشار إليه من قبل قليل تم الإشارة والتأكيد بشكل مستمر على أن هذه النقطة بالذات أخذ البيانات من الأجهزة المحمولة يجب أن تكون آخر حل يلجأ إليه الموظف المعتمد. Weil die Anhörung kommt nämlich immer erst nachdem dieses Ding ausgelesen wurde. Das heißt, du hast überhaupt keine Chance, deine Geschichte überhaupt in irgendeiner Art und Weise plausibel zu machen. Erstmal wird dein Handy runtergezogen. لا تستطيع كشخص لا يستطيع عادة الشخص الطالب اللجأ القيام بأي نقطة بأي دفاع عن نفسه قبل إعطاء الجهاز المحمول. Und die Person, die die Anhörung dann später macht, muss sagen, okay. الموضوع الموضوع هو بشكل متوازي بالشكل الأول يتم إعطاء أخذ الموبايل أو الجهاز المحمول والقيام بتحليل الداتا والمعلومات الموجودة عليه. في المرحلة الثالثة سوف يجلس هذا الطالب باللجأ مع شخص يقوم بالتحقيق معه من أجل التأكد إذا كان هو فعلا مطابق معلوماته وماذا يقول هو مطابق فعلا للبيانات التي تم قراءتها من الجهاز المحمول. سأقوم الآن بعرض فيديو نترك Gut, dann erzähle ich einfach ganz kurz was dazu. MSAB ist eine Firma, die macht الشركة MSAB تعمل بشكل خاص بما يسمى بتحليل البيانات على الأجهزة المحمولة وتقوم بالدعاية لنفسها من أجل ذلك. لا يتم الإشارة بشكل مختص أو بشكل خاص على أنهم يعملون مع اللاجئين أو مع منظمة اللاجئين أو مع وزارة اللجوء
وإنما يقومون بتحليل البيانات فقط في حال بشكل عام من أجل جميع المهتمين أو الجهات المختصة بملاحقة المجرمين. هذا النظام سيقوم هنا توضيحه من خلال الفيديو. هو برنامج سهل جدا، من خلال الضغط على زر يمكن التسجيل كخطوة أولى. Und dann musst du bestätigen, dass du damit vertraut bist. في النقطة التالية في النقطة الثانية سوف تقوم بالتأكيد على أنك تستطيع التعامل مع هذا البرنامج، أنه أنك أيضا مخول للعمل به. في النقطة الثانية هناك زر يمكن أن أضغط عليه وهو يدعى قراءة البيانات الموجودة على هذا الجهاز المحمول. يقوم بالبداية بأخذ صورة عن الجهاز المحمول لمنع حالات، مثلا عندما يقول هذا الشخص لقد قمتم بتكسير أو بخدش جهاز المحمول، يتم بالبداية أخذ صورة عن الحالة الحالية للجهاز المحمول. الأجهزة المحمولة طبعا لها أشكال كثيرة جدا، تختلف بشكل كبير جدا. أنا أحب بشكل خاص هذه اللوحة لأن الأجهزة المحمولة يمكن أن تكون بأي شكل، يمكن أن تكون كشكل مسدس أو يمكن أن تكون لها غطاء أو تكون الأجهزة الحديثة مثل الآيفون. تكون بأي شكل. أنا فعلا أحب هذه الورقة، تقول مدى صعوبة تحديد الأجهزة. طبعا ما ترونه هنا الجهاز المحمول أو الموبايل الموجود بداخل المسدس هي actually بالفوتوشوب، تم معالجتها بالفوتوشوب، معالجة الصور من أجل الحصول على ذلك. إنها فعلا مسحة. أندرويد ليس النظام التشغيل الوحيد الموجود، وإنما أيضا الآيفون. بالنقطة الأولى الشخص الحامل لهذا الجهاز بالنظام التشغيل، هناك نقطة تشير بأن الحصول على الداتا أو البيانات عن طريق الـ USB هي مخول بها أو مفعلة، وبالتالي تقول الشركة التي تعمل على هذه على تحليل البيانات وأيضا وزارة اللاجئين والخارجية تقول نحن لا نقوم بعمل غير شرعي، وإنما نحن نقوم بشكل عام بقراءة البيانات الذي قام هذا المستخدم بتفعيلها، بتفعيل الحصول عليها بشكل عام. Glaube nicht, dass jemand, der in der Situation ist, dass er in Deutschland Schutz sucht, weil er in seiner Heimat verfolgt wird, sich dann wirklich besonders freiwillig fühlt, wenn dann jemand sagt, bitte gib mal dein Handy her. Auch gut, Apple-Geräte können leichter ausgelesen werden. جميع الأجهزة من شركة أبل يمكن أيضا قراءة البيانات منها بشكل أسهل من أندرويد، ولكن ماذا تحصل هذه الوزارة على؟ تستطيع الحصول على جميع البيانات المتعلقة بسجل الاتصالات، بسجل السكن، بمعلومات الجي بي اس، تستطيع قراءة جميع الرسائل في الاس ام اس، كذلك الرسائل المرسلة عن طريق الماسنجر فيسبوك او ذا اذر والعديد من البيانات. نلاحظ في النهاية يتم الحصول على الدياجرامز أو على المخططات الموجودة بالجهة اليسارية، تقول فقط مع من قمت بالاتصال بشكل مستمر أو بشكل متكرر، مع أي دولة،
بأي لغة قمت بالتواصل والتراسل، يقوم عند هذه النقطة أيضا يقومون بتحليل اللهجة كما تم ذكره سابقا. ترون هنا مكتوب كيف صحتك شو عم تعمل، هنا بشكل واضح يمكن أيضا أن نقوم بإدخال الأحرف. تعلمون أيضا اللهجة اللي موجودة هلأ حاليا هي لهجة لبنان أو لهجة سوريا، وطبعا كل هذه اللغة وكل هذه اللهجات ستتغير حسب اللغة. Zu den Angaben, wie gut das funktioniert, das wissen wir leider. قاموا بتحليل 130 لغة ولهجة من أجل أن يعرفوا هل يقومون بتحديد المصدر أو تحديد اللهجة بشكل جيد أم لا. هي من الصعوبة جدا. بعد قراءة الرسائل المرسلة والصادرة والمستلمة يتم بالأخير تحديد إلى أي وجهة تم إرسال هذه الرسائل ومن أي وجهة تم الحصول عليها. بالإضافة سيتم أيضا تحليل بيانات المواقع التي يتم تخزينها أيضا على هذا الجهاز المحمول بشكل أوتوماتيك. بآخر نقطة سوف عند هذه النقطة عند دراسة أو تحليل بيانات الموقع الداتا الموجودة البيانات الموجودة هنا في أسفل الشاشة على اليسار تم محيها قليلا من أجل الحفاظ على هوية الشخص. هنا يتم تحديد تماما من أين هذا الشخص أو ماذا، كيف يتحرك هذا الشخص على الإنترنت؟ أين كان هذا الشخص؟ ماذا يعمل هذا الشخص على الفيسبوك ومن أي بيانات؟ من أجل إصدار قرار قوي صحيح يجب أيضا أخذ مجموعة من النقاط بعين الاعتبار. هل كان هذا الجهاز المحمول غير مستخدم لفترة طويلة؟ هل يملك هذا الجهاز مجموعة من هل يمكن استخدام أكثر من سيم كارت مع هذا الجهاز؟ هل يستخدمه أكثر من شخص هذا الجهاز؟ كيف نستطيع التأكد إذا من أن هذه البيانات هي تنتمي فعلا لهذا الشخص الحامل له؟ هل يملك هذا الشخص أيضا عدة حسابات فيسبوك؟ هل لديه العديد أو عدد من إيميل أدرس وعناوين الإيميل؟ جميع البيانات المخزنة على booking.com. booking.com هي موقع يتم تستطيع استخدامه من أجل حجز الأوتيلات. هنا البيانات المأخوذة من booking.com هي بيانات أكثر موثوقة بشكل أكبر بالمقارنة مع البيانات المأخوذة مثلا من برامج التعارف. Ist eine Begehrlichkeit, die nicht erst seit kurzem besteht. Und zwar schon im November 2017 hat die damalige BAMF-Chefin Jutta Kort vom Tschirin Tani 2017 كانت قالت رئيسة وزارة اللجوء بأنه يجب أيضا الحصول على الصور المخزنة على هذه الأجهزة المحمولة. عندها سنقوم نكون قادرين بتحديد بلد منشأ هذا الشخص بشكل أقوى بشكل أصدق، بالإضافة إلى النقاط التي تم ذكرها. هذه النقطة هي نقطة تدخل بالحياة الشخصية الداخلية للشخص المقدم للطلب. Amt geht und irgendeinen Antrag stellt, wo dann das Amt sagt, gib erstmal bitte dein Telefon her. Ich glaube, wenn man sich das vorstellt, merkt man. المتحدثة تتحدث إلى الأشخاص الجالسين. هل تتخيلون أن ذهاب إلى أي موقع أو إلى أي وزارة أو إلى أي
منطقة معاملة لأجل تقديم معاملة، ثم يقول لك الموظف في الطرف الآخر أعطني موبايلك في أولا لا أستطيع بالبداية قراءة جميع ما تحمله، عندها أخذ معاملتك. نسمع طبعا يقومون بالتسقيف. Okay, dann die Betrachtung. Wir haben ja gesagt, okay, 3,1 Millionen für die Transliteration, 2,1 Millionen für die Sprachbiometrie. الآن لدينا was schätzen wir für die حوالي هذه النقطة كلفت 11.2 مليون يورو أو ستكلف حتى سنة 2019 اللي هي لا بعد كم يوم. Und weil ja immer neue Gerätetypen davor kommen, wird es auch nicht طالما نحن عم نحصل على أجهزة محمولة بشكل مستمر ودائما في شيء جديد، راح يكون تحليل البيانات والأجهزة والمعلومات المخزنة على هذه الأجهزة المحمولة صعب. دعونا نفكر جزء قليل من الزمان، هل هذا شيء مبرر لما نقوم به؟ هذه النتيجة البامف وهي الجهة اللاجئة قامت بقراءة 27,000 جهاز. وزارة الداخلية قالت 9,710 مرات قاموا بقراءة وتحليل البيانات، يعني قاموا بتحليلها، ولكن هذا لا يعني أبدا أنهم قاموا بقراءتها، قاموا بتحليلها فقط. وزارة الداخلية تقول أيضا أن في 2845 حالة تم أيضا الأخذ بعين الاعتبار. نلاحظ هنا في هذه الخريطة على خريطة ألمانيا الكرات التي تلاحظونها والدوائر التي تلاحظونها تدل على كل ما كبرت الدائرة، يعني قاموا بقراءة عدد أكبر من الأجهزة المحمولة في هذه المنطقة. نلاحظ من أصل 2845 حالة كانت 35% فقط هي نتيجة يمكن الوثوق بها، لأنه يمكن أن يكون هذا الشخص منذ فترة قريبة جدا حصل على هذا الجهاز المحمول، أو أنه ليس جهازه الخاص. وزارة الداخلية تقول وتعترف بأن لديهم مشكلة بالاتصال بهذه الأجهزة وبالأدوات لأجل الاتصال بجميع هذه الأجهزة الموجودة في السوق. dass jemand da so Widersprüche in seiner Geschichte hat. البامف تريد أن تعرف هل هذه الأشخاص صادقين أم لا، ولكن ب 2% من الحالات تم فعلا الحصول على كاذبين، وهو أقل من 60 شخص 60 حالة. وبهذه الحالة دفعنا 11.2 مليون يورو من أجل تطوير برنامج مجنون يقوم بتحليل شخصية هذا الشخص، ومن أصل جميع الطلبات ناجح فقط 2% أو 2%. سوف ما ترونه الآن هو لوجو أو هو شعار الكونغرس من السنة الماضية، وهو يقول قم بفعل فعل ما، قم بشيء ما. أنا أطلب من الجميع قم بأي عمل ما ضد هذا النظام، إذا سواء كنت لكم علاقة بذلك؟ تعرفون شخص له علاقة بذلك؟ Und dieses ganze diese ganze Kacke hat ein Gutes. Und zwar es hat keine Gutachtenqualität. Früher war es zum Beispiel so. كل هذه المشاكل لها شيء إيجابي؟ لا يوجد أي شخص مرافق يقوم بتحديد فعلا هوية وشخصية هذا الشخص.
gilt das überhaupt nichts. Das heißt, wenn Menschen aufgrund solcher komischen Zettel Probleme kriegen, kann man dagegen relativ gut vorgehen. حتى لو كنت من هذه الأشخاص أو حتى لو كان الشخص هو فعلا من هذا حكم عليه ك من هذه من نسبة 2% أي أنه شخص كاذب تم الحكم عليه بأنه شخص كاذب يكون يستطيع القيام بشيء يستطيع القيام بشيء ضد هذا الحكم وهو أن يطلب تحليل من شخص فعلي غير محدد الشخصية يعني بدون التعرف عليه من يقوم شخص ما حيادي بالتحدث معه أو تحليل بياناته أو التحدث معه لتحديد هويته وتقديم ذلك إلى المحكمة. ماذا يستطيع الشخص أيضا أن يفعل؟ يستطيع أيضا الحصول على المعلومات. إذا لديكم معلومات أكثر عن هذا الموضوع إذا كنتم تعملون مع هذا الموضوع الرجاء الاتصال بي بالمعلومات التي تظهر على الشاشة لاحقا. شكرا لكم. Dann danke Anna für den Talk. شكرا أنا للمحاضرة. إذا كان لديكم أي سؤال الرجاء الاقتراب إلى الميكروفون الموجود جميع الميكروفونات الموجودة. Gibt es Hinweise darauf, dass der Zugriff auf Smartphones beim Auslesen der Daten auch zur Installation weiterer Überwachungssoftware auf den Geräten genutzt wird? هل هناك أي دلائل أنهم خلال قراءة البيانات والمعلومات عن الأجهزة المحمولة يقومون بتنزيل برامج للتجسس على هذا الشخص؟ هل هناك أي دليل على ذلك؟ الجواب لا يوجد شيء كهذا. هذا شيء غير لا يقومون به أبدا. أنا لا أعرف شخصيا شخص قاموا بتنزيل أي برنامج تجسس على جهاز محمول. السؤال الأول. Läuft da irgendwie eine Klage gegen diese Handy-Ausleser-Aktion oder sowas? Oder هل هناك أي قضية مفتوحة ضد هذا القرار الذي يقوم بقراءة أو الذي يخوض قراءة البيانات عن الأجهزة المحمولة؟ Vielleicht in Kombination mit irgendeinem Amt. السؤال الثاني. So zum Beispiel die Videos, die du eben hattest, mit den Sprachsamples durchlaufen zu lassen und zu gucken. هل هناك أي محاولة مثلا لاستعمال هذا الأداة للتعرف على اللغة واللهجة التي قمت بتقديمها حاليا على الفيديو التي الفيديوهات التي رأيناها؟ أنا أقوم من شهور بالرجاء طلب من بامف الرجاء قوموا باستعمال هذه الأداة على اللهجة الألمانية على اللغة الألمانية أو على اللهجات الألمانية لنستطيع أن نحكم إن كانت صحيحة أم لا إذا كانت النتيجة المعطى صحيحة أم لا. أنا أحاول بشكل جدي الدخول إلى أحد غرف البامف أو وزارة اللاجئين. هناك مخططات للقيام بقضية أو لرفع قضية ضد هذا القرار الذي يخول قراءة بيانات الأجهزة المحمولة. هناك مخطط للقيام بذلك ولكن ليس هناك قضية حاليا. Bei der Auswertung der Handydaten sind ja Lokationsdaten wie zum Beispiel in Fotos und auch Anruflisten und dergleichen zum Einsatz kommen. Ich schätze mal, da geht es dann darum, ob es sich um Telefonnummern aus den entsprechenden Ländern handelt oder anderen Ländern. Bestimmten Stationen bleibt. Wie weit haben die Antragsteller die Möglichkeit dazu, dann überhaupt eine Stellungnahme abzugeben? هل هناك jordanische Nummern? Meine Familie sitzt in Jordan. هل يستطيع الشخص المقدم لجوء مثلا أن يقول أنا طبعا أتصل بالأردن لأني العائلة تعيش بالأردن مثلا وأنا في دولة أخرى. Das heißt, schon quasi, wenn du registriert wirst, wird dieses Bild von dir gemacht und dann wird eben geschaut, hast du einen Pass, lässt er sich überprüfen und wenn nicht, gehen wir eben durch diese ganze Kette. عندما تكون مسجل كطالب لاجئ دعوة استلام يمكن
يمكن لك أن تقوم يمكن لك أن تبرر النتيجة. نعم. أن تبرر لماذا على سبيل المثال تتصل أغلب الوقت مع الأردن مثلا. Und bei denen dann auch ein Sprachgutachten in Auftrag gegeben wurde. Das heißt, so ein Ding, da muss jemand eine halbe Stunde lang reden. Wir sind 2015, 2016 kam Schachs Aydan bei. Dann gab es irgendwann eine Dienstanweisung vom BAMF. Kam رفع Schachs Aydan ضد القرار المعطى بأنه يأتي من دولة غير دولة المنشأ التي دعا أنه منها. قام أيضا برفع قضية ضد ذلك وقاموا ب تحليل لجنة ببناء لجنة حيث ذهب هذا الشخص وجلس معهم لمدة 30 دقيقة حوالي 30 دقيقة وقام يتحدث معهم من أجل وقامت هذه اللجنة بالأخير بالحكم إذا كان هو من بلد مشاء لا. تحليلك السؤال التالي يتحدث عن تحليلها Da müsste das BAMF doch selbst auf die Idee kommen, dass es Quatsch ist. Planen die eine Überprüfung der Zahlen? التحليل الذي قمت به بأن هذه الأداة لا تعمل من أجل جميع الأجهزة المحمولة الموجودة في السوق. لا تقوم البامف بنفس الشيء. Und nicht Fälle sind, in denen irgendwas dabei rausgekommen ist, das sagen sie halt nicht. البامف لا تقول ما هي خبرتهم بهذا الموضوع. لا يدعون هذه المعلومات خارجا. في تقرير ما. في تقرير ما تم التحدث عن أن البامف تقوم بعمل جيد بهذا الخصوص. لا يوجد أي معلومات. Wir sind quasi das Leuchtturmprojekt für ganz Europa. Wir wollen unsere Systeme irgendwie. نحن نريد أن هذا النظام نريد تحديث هذا النظام نريد أن هذا النظام يستعمل في أوروبا بشكل كبير. عندما تذهبون إلى هذا إلى موقع البامف على الإنترنت تستطيعون الحصول أو مشاهدة فيديوهات شتى عن جمال وعن سهولة هذه وعن سهولة طلب اللجوء وعن مدى جمال هذه الغرف التي يقومون ب تحدث معها أطول. Wenn ich verstanden habe, hast du ja gesagt, dass die Tools oder die Systeme angewendet wurden aufgrund هذه الأدوات يتم استخدامها أو تم استخدامها حاليا بناء على ما حكمت به شركة أو ما أعطت هذه الشركة كتوصية بأن استعمال هذه الأدوات ستساعدهم في ذلك. هل هناك ما هو أحسن؟ الشركات التي تقوم بالتوصية وهي شركات التوصية oder weniger fragwürdigen Dingen geraten haben. Zum Beispiel auch zu der Sache mit, man muss Geflüchtete in mehrere Klassen einteilen, die Menschen mit einer relativ guten Bleibeperspektive, die mit einer nicht so guten Bleibeperspektive und die Menschen, die wahrscheinlich sowieso abgeschoben werden, aus Ländern kommen, wo die Schutzquote eher gering ist. Das heißt, da ging es ganz, ganz, ganz viel um Effizienz und da ging es eben auch um diese Digitalisierungsprozesse. Da geht es zum einen um die Büros, aber da geht es dann auch um die Frage, ob بأخذ الاعتبار هل هذه الأنظمة هي أنظمة عالية الجودة بالتحليل وبالنتائج التي تعطيها أم لا؟ Ja, Merkmale ranziehen, die wir nicht verstehen und nicht kennen und weil wir dann keinen Handyvertrag kriegen. لا. Aber da geht's Software. في هذه الحالة هي نحن لا نقوم بذلك. هناك خوارزمية تقوم بقراءة العديد من السوفتوير. لا نستطيع الحصول على البيانات التي تقرأها. لا نستطيع الحصول على هذه البرامج. هي برامج مغلقة بالنسبة لنا. Dann Mikrofon Nummer 2 bitte. السؤال التالي. تحديد اللغة. كان هناك تقرير على تلفزيون الـ MDR.
für andere Institutionen بأن هذه تحليل اللغة أو تحليل اللهجة يتم استعماله بشكل مكثف الآن من خلال الشرطة وغيرها من الجهات. Das hat der MDR ja auch quasi geschrieben, glaube ich, dass das momentan noch niemand anderes einsetzen will. Also wüsste ich tatsächlich auch nicht. Was man eher hat, sind so... لا أعرف أنا بشكل خاص إذا كانت هذه الأدوات متاحة لجهات أخرى أو يستعملها جهات أخرى. Glaube ich, für andere deutsche Behörden momentan eher uninteressant. من لجهات أخرى في ألمانيا هذا الموضوع غير مهم الآن، لا يستطيعون الاستفادة منه. هو حاليا الآن فقط في البامف واللجوء. هل تعتقدين أنها فكرة جيدة بمسح جميع البيانات قبل القدوم إلى ألمانيا؟ هل يرفع ذلك هذه المشاكل؟ هذا سؤال جيد جدا ولكن لا أستطيع الإجابة عليه. لا أعرف. لا أعرف بشكل سهل أن أقول إذا كانت فكرة جيدة مسح المعلومات أم لا. لا أعرف. أيضا تعرف طبعا هذه الجهة المختصة بدراسة هذه الطلبات تعرف بأن هناك الكثير من الناس يحملون أجهزة محمولة لا تنتمي لهم ويمكن أيضا لهم أن يقوموا بتوليد البيانات عمليا بإرسال هذه الرسائل إلى أي جهة يريدونها. نعم. على الأغلب في هذه 2% حيث فشل هذا أو 2% الذي نجح بها النظام بتحديد بأن الناس هم كاذبين. قد قام فعلا شخص ما بمسح هذه المعلومات أو أخذها من شخص ما. Bei dieser Handyauswertung neben dem ohnehin unethischen Thema nicht ein Fall für den Bundesrechnungshof sind. هذا السؤال مختص بألمانيا داخليا يسأل هل هذه كيف ترين بأن بالإضافة إلى الجانب الأخلاقي لقراءة هذه المعلومات يكلف كل قراءة معلومات حوالي 2000 يورو هل الآن ما نتحدث عنه هي حالة للجهة المختصة بالتصاريف التكاليف والمصارف في ألمانيا؟ Man kann sich auch fragen, wie viel Personal kann ich dafür einstellen oder wie viele Menschen kann ich dafür. برأيي أنا نعم نستطيع. نعم أنا برأيي أن هذه المبالغ هي مبالغ مكبوبة ليس لها أي معنى. السؤال الثاني. لقد قمت شخصيا من شهرين مع شخص كمرافق كان موجود أيضا في لجنة التحقيق حيث قاموا بقراءة جميع معلوماته. قمت بسؤال نفسي أين يتم تخزين هذه البيانات التي تم قراءتها من جهازه المحمول؟ الجواب هو لقد قمت بالسؤال بشكل مستمر وكان الجواب إما بشكل دائم يقوم تخزينها بمكان جيد وآمن. يعني بالنهاية لا نستطيع أن نعرف. Freischaltung durch einen Volljuristen erfolgen muss und dass die Entscheider da selber nicht auf diese Datenbank, in der das liegt, Zugriff haben, das glaube ich Ihnen auch tatsächlich. Aber wie sicher die Daten im Sinne هذه المعلومات التي تم قراءتها يتم تخزينها في مكان آمن. الشخص اللي قام بالتقرير على الطلب لا يستطيع قراءتها بشكل مباشر. وإنما هي تقوم كما قلنا عن طريق أدوات أخرى. عن طريق الأدوات المعلوماتية. السؤال الآتي. هل تقوم هذه الوزارة بتطبيق بلوك تشين على الأدوات وعلى البيانات؟ Dazu gab es wohl الجميع يحاول القيام ببلوك تشين على البيانات التي لدي. لذلك طبعا البامف ووزارة اللاجئين وزارة اللجوء تقوم وتحاول القيام ببلوك تشين على البيانات التي تحصل عليها
sicherer sind. Das heißt, man kann dann sagen, okay, Person wurde registriert, das schreiben wir in die Blockchain und dann kann Wir haben gemerkt, dass mit der Blockchain ist ja ein bisschen blöde, weil man kriegt die Sachen nicht so einfach wieder raus. شخص من هذا من هذا البلد منشأ على سبيل المثال أو شخص يستحق اللجوء أو لا، ولكن هناك مشكلة بأن البيانات عندما تدخل على بلوك تشين هناك صعوبة جدا الحصول عليها مرة أخرى. أنا لدي شعور سيء ولدي القليل من الخوف تجاه هذا المشروع. Genau, eine Kollegin und ich schauen uns das gerade an. Sagen wir es so. أنا وزميلتي نقوم بال نقوم بفحص ذلك. Blockchain noch nicht gibt, gibt es dann Richtlinien, wie lange diese Daten gespeichert werden, die in so einem Verfahren erhoben werden? إذا لم يكن هناك Blockchain حاليا، هل هناك فترة زمنية يتم تخزين فيها هذه البيانات وبعدها يتم حذفها مثلا؟ نعم، البيانات يتم تخزينها لمدة 10 سنوات. Ja, noch eine ganze Menge andere Daten, die in einem Asylverfahren erhoben werden. بالإضافة إلى جميع ليست هذه البيانات فقط التي يتم تخزينها وإنما جميع البيانات المتعلقة بطلب اللجوء لهذا الشخص. Würde ich mich nicht darauf festnageln lassen, das ist eine Angabe, die in der Verordnung zur. ولكن لا أستطيع إعطاء جواب 100% عن هذا الموضوع. لا أستطيع أن أقول. Hallo, ich habe auch folgende Frage und zwar weiß ich eigentlich aus meinem Arbeitsleben, dass es gerade bei den Namen ganz oft zu Fehlern kommt. من خلال عملي هذا السؤال التالي. Ist es vielleicht noch nicht erfassbar. من خلال عملي أنا أعرف بأن هناك الكثير من المشاكل بتحديد أو بقراءة الأسماء العربية. هناك خلط بين الاسم الأول والكنية. هناك أيضا أخطاء واضحة جدا. نحن نرى أيضا أن هناك أخطاء على الأوراق القادمة أو بالأوراق القادمة من وزارة من مكتب الأجانب أو وزارة اللجوء. لماذا هناك مشكلة أو لماذا هناك صعوبة بالتخلص من هذه المشكلة؟ هذا البرنامج الذي يحدد الأسماء يقوم فقط بتحليل من أين هذا هو الاسم. الشخص نفسه يكتب اسمه كاسم وكنية. هذه مشكلة أخرى. هذا البرنامج لا يقوم بالتمييز بين الأسماء المختلفة أو بين كيفية كتابة الأسماء المختلفة. هذا شيء صعب جدا. Zuständige Behörde, das heißt, die müssen sich eigentlich darum kümmern, diese ganzen Daten irgendwie richtig zu halten. Sie geben جميع الجهات المختصة الأخرى غير مكتب اللجوء ليس لها علاقة بهذه البيانات. في الحقيقة يجب على مكتب اللجوء أن يقوم بضبط هذه المعلومات بشكل جيد وأن يتأكد فعليا بأن الأسماء الموجودة هي أسماء حقيقية مكتوبة بالشكل لازم تكون فيه مكتوبة. وبهذا ننهي محاضرة اليوم. شكرا للجميع.